حاجة صعبة قوي ان الواحد يدمن اي حاجة. في ناس ممكن تدمن الكمبيوتر، الجيمز، الاكل، في ناس عندها ادمان الشوبينج، بس اكيد اخطرهم هو ادمان المخدرات. ان الواحد يبقى تحت تأثير شيء مش قادر يبطله، والحاجة دي مسيطرة على كل افعاله، مسيطرة على مخه، على تفكيره، على حياته كلها. ومشكلة انه مش بيضر نفسه بس، هو بيضر نفسه والمجتمع اللي حواليه، من اول اسرته الصغيرة لغاية المجتمع، الجيران، الشغل، الحاجات اللي زي كده. شاب مصري النهاردة معانا وبعت لي على الفيسبوك وقال لي انا عايز اطلع اتكلم واحكي تجربتي عن الادمان، ادمان المخدرات. قلت له هتطلع تتكلم وتحكي كل حاجه بدون ما نجمل او بدون ما نخبي او، قال لي اه هطلع اتكلم وكل حاجه، علشان ده هو اللي قال عايز يبقى اي حد بيفكر يخش انه يبقى مدمن مخدرات او مدمن مخدرات في الوقت الحالي ممكن يستفيد منه ومن تجربته، ويعرف ازاي ممكن يخرج نفسه من الظلمات بتاعت المخدرات. مش بس عرف يخرج نفسه، لا بعد كده بقى يشتغل، وبقى يروح بقى يشتغل كمان اونلاين كوتشنج، وبقى يروح بطل، بيروح الجيم وعمل جسمه زي ما انتم شايفينه اهو قدامنا، شكله زي الفل. بذمتكم ده شكل واحد كان مدمن، وعايز اقول لكم هو عملش ده الضرفه. اهلا اهلا يا شهاب، ازيك يا شهاب؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. شهاب مدبولي متعافي من الادمان ومدرب اونلاين كوتشنج. انا بقى عايز ارجع معاك، انا هقعد كده هنجهز وحاطط رجلي على رجل. تمام. وتكلمني وهاخد حياتك. انت عندك 22 سنه. تمام. هناخد كده شريط ذكريات. طيب. هنرجع لشهاب الطفل. وانت صغير كنت شقي في المدرسه، كنت هادي في المدرسة، أهلك كانوا بيتعاملوا معاك إزاي؟ جيرانك كان عندك مشاكل؟ احكي لي وأنت طفل، يعني لغاية وأنت عندك 10 سنين. تمام. أنا من وأنا طفل يعني وأنا في المدرسة كنت طالب زي طالب عادي بيروح المدرسة أوقات معينة، بس أنا كان في حاجة، أنا كنت فاشل دراسياً، يعني ما كنتش بحب المدرسة زي معظم إيه الناس حاليا في المناطق الشعبيه يعني او ايا كان. كنت دايما بكره المدرسه واكره الصحيان البدري والحاجات دي كلها، فده برضو اثر عليا. بس خلي بالك انت عشان قلت الجمله، بس انت بتقول زي اغلب الناس في المناطق الشعبيه. لا، هو المناطق الشعبيه فيها ناس بتحب تروح المدرسه. تمام. ودليل على كده ان اغلبيه الناس المتفوقين في الثانويه العامه وكده بيبقوا طالعين من المناطق الشعبيه. طيب انا كنت بقول كده عشان انا طالع من منطقه شعبيه. ايوه ده مش عيب. ايوه مش عيب، لا طبعا ده فخر ليك. بالظبط. ومش شرط ان انت عارف يعني ايه منطقه شعبيه؟ يعني ايه؟ يعني منطقة ما شعبية؟ يعني ايه؟ يعني كل حاجة قليلة. ايه هي المنطقة دي؟ تعليم اسمها ايه المنطقة اللي انت فيها؟ بركة الحج. طيب، دي فين بالظبط؟ في مؤسسة الزكاة. مؤسسة الزكاة، جنب المرج. جنب المرج. طيب. المنطقة الشعبية تعرفها انها منطقة قديمة. تمام. يعني ايه منطقة قديمة؟ يعني منطقة فيها ناس من كل المناطق دي من أكثر من 100 سنة. خلاص؟ ففيها ناس كبروا وتربوا في المناطق دي، كلهم عارفين بعض. تمام. مجتمع الى حد ما مغلق، وعائلات. تمام. وكله عارف بعضه، فالاماكن دي هي افضل على فكره بكتير من الاماكن الحديثه اللي هي بنقول عليها كومباوند، اللي هو الناس لا عارفه بعض وكلهم شبه بعض. بالظبط. وفي الغالب اغلبيتهم او كتير منهم مع احترامنا للكل بيغيروا من بعض. انتوا في المناطق الشعبيه مفيش كلام، سواسيه كلنا. بالظبط كده. فعشان كده حبيت بس. لا لا تمام. فانت كنت الطفل خايب في المدرسه. بالظبط. بس ده مش عيب برضه. لا ماشي. ليه كنت معظم الناجحين كانوا خايبين في المدرسه؟ طب كويس. انا كنت خايب في المدرسه جدا. كنت بطلع على الفصل. بس انت كنت خايب لان انت ما بتحبش المدرسه ولا بتحبش المذاكره، ولا لان ربنا خلق كل واحد فينا عنده موهبه في حاجه، ولا انت ما كنتش عارف تكتشف ذاتك؟ لا، هو انا كنت بفضل الشغل. اوكي. يعني عن اي حاجه اللي هو لا انا مش عايز. طب بعد ما اتعلم او بعد ما مثلا اخش الابتدائي او الاعدادي ايه اللي هيحصل؟ تمام. لا انا عايز فلوس، فاهم قصدي؟ كنت بفكر كده من وانا صغير يعني لحد الان. بس انا اتعلمت الحمد لله، يعني كملت في التعليم، بس ده كان فكرتي اللي مخلياني ان انا اكره المدرسه وانا صغير. كنت عايز فلوس. كنت عندك 10 سنين. بالظبط. وكنت بتشتغل. كنت بشتغل. بتشتغل ايه؟ كان عندنا في المصنع. عندكم مصنع؟ مصنع ايه؟ المونيوم، المونتال. اوكي. شبابيك وبيبان وكده.
فكنت بروح مع والدك؟ كنت بروح مع والدي. دي حاجه حلوه قوي. وكنت بسافر كمان، انا بسافر سوهاج واسيوط وانا مع والدك في شغله وحافظ الشغل بتاعه. بالظبط. ده شيء عبقري. بعدين تمام، بعد كده بقى المرحله انتقلت لما بعد العشر سنين بقى. طب معلش، انت كنت شقي لحد ما لحد ما وانا طفل، بعد كده بقى زدت شقاوه. زدت شقاوه اللي هي من كام سنه ابتديت تخش في سكه؟ بص، هو انا مش عارف السنين بالظبط، مش فاكر، بس تقريبا من اولى اعدادي. اولى اعدادي اللي هو 12 سنه بالظبط، من اولى اعدادي لحد بالظبط يعني ثانيه ثانوي. ايه اللي حصل؟ ثالثه ثانوي. اللي حصل بقى ان هو بقيت اخش في السجاير، تمام، اشوف بقى الناس الكبار اللي يشرب سيجاره ومش عارف ايه، والافلام انا بشرب سيجاره انا كده حلو كده راجل. بالظبط. انا بشرب سيجاره فانا كده انا كده راجل. انا بشرب مخدرات فانا كده بطل. طيب انا عندي استفسار. تمام. انت قلت ان انت في اولى اعدادي، يعني 12 13 سنه تقريبا، اول مره عايز اسالك حاجه. دايما لما بنقعد مع دكاتره علم نفس وعلم اجتماع بيقولوا لنا ان الطفل او الشاب ممكن يلجأ للمخدرات عشان عنده مشاكل أسرية. أكيد. أنت كان عندك مشاكل أسرية؟ كان عندي مشاكل أسرية بسبب حوار المدرسة. مع مين؟ مع والدتي. مع والدتك؟ مش مع والدك؟ لا. أوكي. اللي هو أنت لازم تروح المدرسة، لازم. أنا ماشي أروح المدرسة. أي أم هتعمل كده؟ بالظبط، أنا أروح المدرسة على عيني وعلى راسي. طريقتك كانت عنيفة؟ بالظبط. كانت بتضربك؟ لا طبعًا. طبعًا. بالشبشب. بالشبشب. هو ده مش صح. مش صح، بس معظم الامهات بتعمل كده. اللي هو انت ازاي ما بتسمعش كلام انت ابني؟ طب ما انت زي ما انا ابنك، انت اللي بتحددي مستقبلي بعد كده. يعني انت اللي بتحطيني على الخط. لو حطيتيني على الخط تفتكر لو والدتك رجعنا بالزمن كانت موضوع المدرسه تعاملت معاك بطريقه ابسط، مفيش ضرب، كانت اقنعتك، كانت راحت معاك، كانت راحت قالت للمدرسين هو كاره المدرسه، تعاملوا معاه بالطريقه الكذا وكذا، كان هيفرق؟ بالنسبه لي انا كشاب لا. برضه انا كنت عايز هدف معين، مواظب على هدف معين بس يعني. اوكي، بعدين كمل. بس بعد كده من فتره الاعدادي حبيت اللي انا مش حبيت هو انا حطيت لنفسي لقيتني بشرب سجاير بسبب اللي انا قلت لك عليه. اهلك اكتشفوا؟ بس بعد فتره. سجاير. بعد كده انا فضلت سنه اشرب سجاير، بعد كده ايه بدات للايه المخدرات. انا عايز اعلى بالليفل. يعني كان عندك 13 سنه وانت بتشرب مخدرات؟ والله عايز اعلى بالليفل بقى. يا لهوي. ما انا بقول لحضرتك ان الموضوع دي واحده. اول مخدرات تعاطيتها كانت ايه؟ كانت حشيش. دفعت كام؟ لا دفعت كام مش فاكر يعني، بس في حدود 50 جنيه. كان معاك 50 جنيه وانت عندك 13 سنه؟ جبتهم منين؟ كنت بقى من الشغل ده اولا. بس باباك كان بيديك شغل؟ بس ما كنتش بقبض كتير، انا كنت بقبض 70 جنيه في الاسبوع. باباك كان بيقبضك 70 جنيه في الاسبوع؟ فاهم قصدي؟ بشتغل 7 ايام باخد 10 جنيه في اليوم. بس ما كنتش بجيب منها بقى، انا كنت بعمل يعني حاجات تانيه، مصالح تانيه بقى. مصالح؟ كان عندك 13 سنه. اقسم بالله. ايه بقى نوعيه المصالح؟ اللي هو انت عايز بقى مصلحه، مثلا استاذ شريف عايز حاجه من حد، فانا ببقى الوسيط اللي من حد ده. حاجه زي ايه يعني؟ اي حاجه بقى يعني، ساعه مثلا. مخدرات؟ لا مخدرات لا. ما كنتش اصلا، كنت برضه صغير، ما حدش واثق فيا. يعني ما حدش من الناس دي واثق فيا، ممكن طالما انا بشرب يبقى انا هاخد منك. اشرب انا. بقول لك طب دقيقة واحدة، هو الطفل اللي كان بيبيع لك ده ما كانش بيشرب؟ لا كان بيشرب. كان بيشرب؟ طب ما هو اشمعنى وثقوا فيه؟ ما هو كان بيشرب، بس هو ممكن يكون اخوه مثلا كان بيبيع. ابن عمه كان بيبيع كده. بيقول له خد عيش مع نفسك. عايز اقوم اروح. طب بص يا شهاب. تمام. اولا بشكرك على على ثقتك في نفسك وانك بتتكلم بمنتهى الامانة. بعدين؟ تمام. هو من حتة بتكلم بمنتهى الامانة دي، لان انا يعني عشت مرحلة يعني مش بشعة. بشعة ده ليفل 1. انا رحت ل 12 على اللي هو ايه بقى؟ لا انا بقول لك يعني اللي هو اكتر حاجه عملتها. لا ما انا بحكي لك هو ان انت بتقول عندك جرأه، فانا عندي جرأه لان انا فين دلوقتي. طب يعني معلش. تمام. غير ان انت كنت بتاخد الناس من هنا وتبيع هنا وتاخد كوميشن، يعني كوميسيونج. بالظبط، بس ما كانش كوميسيونج ساعتها. ماشي. وعندك 13 14 سنه. كله حشيش؟ كنت بقى كان في بقى زي الماده اللي هي الاستروكسي دي. ايه بقى دي؟ دي كانت مصنفه اللي هي مهدئ تيران. مهدئ ايه؟ تيران. تيران تور. تيران تور؟ تخيل تور مجنون فبيديله استروكس. تخيل انت كنت بتاخد ده؟ وده جبته منين؟ من بنفس الاشخاص برضه، عالم التداول. عن نفسي في حاجه بقى. في حاجه انا مثلا مولع، اكتشفت ماده جديده اللي هي الاستروكسي دي مثلا، ابقى ماشي بسجاره مثلا، شفت استاذ شريف بيشرب واقول له ايه؟ خد نفسين. جرب البتاع دي. فانت اي حد بقى يديك نفسين. شفت فيلم الفرح اللي هو خد دي فرح؟ فيلم الفرح. لا ما شفتوش.
في فيلم كان ما بيقول له خد اضرب دي راح واخدها فانت اي حاجه كنت بتضربها. اه بالظبط. ضربت ايه بقى غير الستروكس؟ لا والستروكس والحشيش والبانجو الحاجات دي كانت الشائعه حاليا على الناصيه برضه. اه لكن دلوقتي في اصناف كتير. وبعدين الستروكس ده بقى ما كنت بتاخده كنت بتعمل ايه؟ لا هو كان مهدئ يعني كنت بتنام؟ لا مش بنام انا راسي يعني انا هاخده بس انا قاعد راسي عادي. أوه. بس بقى ساعات بيقلب المفعول بيروح طبعا بيقلب بدوشه. يا انا الدوشه؟ اه انت عايز بقى تجيب تاني عشان تشرب تاني يعني انت يا انا ساعات بشوف فيديوهات في ناس بتتخيل مثلا ان هم في قدام البحر وهم على الرصيف. لما كنت بتاخده مثلا كنت تحس ان الاوضه كلها بتتحرك وانت ثابت. اكتر حاجه حسيتها غريبه كانت ايه؟ يعني كنت في مره قاعد في سايبر تمام نت عادي وقاعد على الجهاز بلعب عادي. فالمهم حد يعني ربنا يسامحه قال لي ايه خد نفسين. رحت واخد انا قاعد كنت ساعتها بلعب في لعبه اسمها صلاح الدين كده قديمه هي. لقيت بقى صلاح الدين طلع لك من الشاشه. لقيت الاشخاص اللي جوه طلعوا يا خرابي. طب انت تخش جوه ازاي تاني ازاي؟ انا شاغلني انت تخش جوه الشاشه دي ازاي تاني؟ وانا قاعد انا مش فاهم انا مين اقسم بالله. كنت اول مره اجربه يعني كنت اول مره كنت انا مش عارف انا مين. وبعد كده جبت ازازه ميه فانا بشرب انا بقي في راسي يعني بشرب كده اللي هو غرقت نفسي برضو. هي حطيت الميه فوق وبس ودني بقى. انا كنت اصلا مشغل اغاني على الاخر انا مش سامع الاغاني انا مش سامع. فتح عالم تاني بالظبط. قعدت بالظبط 10 دقايق كده 10 دقايق روحت البيت ازاي؟ رحت مروح البيت. روحت ايه؟ روحت بقى كان معانا ناس صحابي يعني قلت له تعالى اما نروح ايه البيت. روحت البيت ولا فضلت نايم لحد ما صحيت قلت البتاع ده ايه حلو عجبك. الناس بتطلع لك من التلفزيون مش شاشه. ما بالظبط يعني اما اشوف مثلا استاذ شريف انا عايز اشوف استاذ شريف جنبي. كويس. تبقى مصيبه بقى لو حاجات تانيه افلام تانيه بس مش كويسه ولا حاجه بقى تبقى جنبك هتبقى مصيبه سودة. الفكره دي للكبار فقط. والله للكبار فقط فعلا. اكمل. فبس بقى اول مرحله بدات تتطور لحاجات معينه يعني. ايه بقى؟ يعني زي مثلا ما بقول لك بعمل مصالح. انا كنت بعمل خناقات برضو. حد بيتخانق مع حد يقول له لا خلاص ده تبع كذا. ما انت مش دريان. ما هو مش دريان بالظبط. وكنت بقى فيها ميزه اللي انا لو دخلت في شله لازم اكون اكبرهم. وتعلمهم كلهم. بالظبط لازم. ما اتقبضش عليك مره؟ لا ما اتقبضش. لا طب عايز اسالك سؤال. انت قعدت في القصه دي كام سنه؟ هو 5 6 سنين من عمرك. مدمن. وبعدين؟ هو صرفت فلوس قد ايه؟ كنت بتجيب فلوس منين؟ ما انا بقول لك بقى المصالح دي يعني كنت بقى المصالح. سرقت حد؟ لا بالظبط. والله يعني دي الحاجه. انا اسرقك ليه؟ اصل انت هتديني غصب عنك من الاخر. انا ما دي بلطجه بقى انيل. ما هو مش بلطجه. احنا كان عندنا موقف تكاتك تمام. موقف توك توك عادي زي اللي بيمشي في الشارع ده. انا بشوفك انت شكلك مش عاجبني فانت هتحمل النهارده. هيقول له حمر. هقول له انا هاخد منك 5 جنيه واديلك 5 جنيه؟ ما هو مش هيحمل. اللي انت هتعمله هتضربه؟ همشيه. بلطجي. اقول له هو بيمشي الصراحه. هي بلطجه. او ما كنتش بضرب. انا بقول له شهاب ايه اللي حصل؟ تمام. النقطه اللي خلتك تقرر ايه اللي انا بهببه في حياتي ده؟ تمام. انا بدمر نفسي وبدمر اللي حواليا. اكيد حاجه حصلت. بالظبط. اكيد في مصيبه حصلت يعني. لا هي مش مصيبه. هي مصيبه ومش مصيبه برضه. إيه لان هي كانت نقطه تحول 180 درجه للي انا بقى الشاب اللي عليه دلوقتي. هو كان في انا زي ما بقول لحضرتك والدي ووالدتي كلهم كانوا تعبانين معايا. انت عندك اخوات؟ ولاد ولا بنات؟ في وده وفي ده. كانوا ايه موقفهم؟ ما هو كانوا صغيرين بقى. اهلك كانوا عارفينك مدمن؟ عرفوا بس ما عرفوش يتعاملوا معايا. هتعمل لي هتضربني هسيب لك البيت. ما هو ده بقى النقطه اللي انا ما اعرف ان ابني مدمن اروح ماسكه افضل اضرب فيه واربطه واعمل حاجات غريبه. طب ليه؟ طب ما تقعد معاه وتحكي وتصاحبه تاخده تقعد على كافيه تسايسه. ما هتبقى انت صاحبه. ما هيروح لصاحبه بقى التاني اللي هو ياخد بايده مدمن صاحبه التاني. فهياخد بيده ازاي؟ اقول له خد ايه؟ طيب يعني دي نقطة مهمة قوي. تمام. ان اي حد هيكتشف ان عنده طفل مدمن. هو كان طفل مدمن. موضوع الضرب والحاجات دي واضح ان هم بيسوقوا فيها ونفسيتهم بتتدمر وبيروحوا يجربوا حاجات اوحش. والموضوع بيقلب بعند. وعند. انت بابا ضربني طب انا هوريك يا بابا انا هعمل فيك ايه؟ اللي هو انا هفضل اشرب بقى. انا فاهم؟ انا هفضل اشرب لحد ما انت تتضايق اكتر فانا كده مبسوط. يعني انت هو طبعا مش المفروض باباك يضربك بس هو الراجل خايف عليك. ما هو فانت تروح تعند معاه تروح تاخد حاجه انيل. هو الحب قاتل. حب قاتل. الحب قاتل يعني اما احب ابني فهو اروح ضربه فيروح يشرب. هي كده. هو على فكره في زي شاب كتير عشان كده هو معانا النهارده. جايز الكتير اللي زي دولت في زيه كتير ايام ما كان مدمن. في عندنا في بلدنا في مدمنين كتير ولاد وبنات.
فاحنا جايبينه النهارده عشان بس اهم حاجه يقول في الاخر بطل ازاي. قبل حاجه بقى ما اقول لك انا بطلت ازاي، حته صغيره قول. ان المدمنين او الناس اللي بتشرب مخدرات عامه، او بص هو انت لو شربت سجاره حشيش فانت كده مدمن، عشان بس لما حد يسمعني يقول لك ايه ده انا ما كنتش مدمن ده انا بشرب تفريح، انت كده مدمن. ما التفريح دي انت مش قادر تبطلها، فكده تصنف ايه؟ مدمن. في حاجه بقى ان المدمن ده مفكر نفسه اللي هو كده بطل. يعني اما انا ابقى اشرب واتوه وابقى قاعد في حته لوحدي واتخانق ومش عارف ايه ده كده بطل، هو فاهم البطوله غلط. مع انه ممكن مثلا يتعلم رياضه جديده، يبقى سباح، يبقى بتاع جيم، يبقى بتاع كوره، ويتعلم فيها ويخش بطولات ويبقى بطل حقيقي، وكمان الدوله تكرمه او يجي في برامج يعمل اي حاجه، ده كده البطل الحقيقي. لكنك تشرب مخدرات وتسوق فيها وتتخانق وتجيب لاهلك الشتيمه، فانت كده عيل مش بطل. انت جبت لاهلك شتيمه؟ اكيد اكيد انا اكيد. مثلا اللي بوقفه ده بقول له اعمل كذا، اكيد ما بقولوش روح يا ابني ربنا يسامحك، اقول له روح. طب ايه اللي حصل؟ بطلت ازاي؟ هو انا بطلت بسبب ان زي ما قلت لحضرتك ان والدي ووالدتي كانوا متهانين معايا، اللي هو انت مش هتبطل. طب تقول كلمه جامده قوي، متهانين معايا. ما هو انا توجع بالظبط. ما هو كل الاشخاص اللي عندهم اطفال كده او بيشربوا مخدرات او الصحاب او الشباب الكبار كمان، اهلهم بيبقوا زعلانين صح ومش جايبين نتيجه. انا بقى بطلت ان يعني والدي كان بيجي يقول لي بطل كتير، فانا ما كنتش بسمع كلامه الصراحه. بطلت امتى بقى؟ لما جه في مره كنا واقفين في البلكونه، راح قايل لي ايه؟ قال لي بص يا ابني، حكى لي بقى قصه ان هو كان قاعد في قصه في الكافيه قصدي بيتفق على شغل، وراح قايل لي ان في واحد من اشخاص صحابه يعني بدون ذكر اسماء طلع قال له او كان في ديل ما بينهم ان ابنك مدمن، او ابنك بيروح تسول مش عارف في موقف ايه ويروح مش عارف يشرب ايه وايه وايه. فقال لك يعني انت كده كان بيذل ابوك بالظبط، بس بالطريقه برضه يعني طريقه بايخه. بالطريقه بايخه اللي هو ما زي ما انت قلت بيبقى في غل وحقد. فراح ايه؟ راح ابويا جه قال لي، قال لي انت عاجبك كده يعني انت هتكمل لحد ايه؟ يعني انت عايز تعمل فيها ايه تاني؟ فانا قلت له انا هوريك ان الراجل ده اخليه يتمنى ان هو يقعد معايا. معاك انت؟ معايا انا. فخد الكلام بسخريه. بابا وراح مش واحد كده قال لي يلا يا عم بقى يا ناقص اقرف وبتاع ومش عارف ايه، ودخل نام. اقسم بالله من ساعتها، من ساعه اللحظه دي، تاني يوم ما حطيت حاجه في بقي. طب ازاي بقى؟ ما هو ازاي بقى؟ لا بقى استنى. تمام. دلوقتي اللي بنعرفه ان بقى واحد يكون مدمن مخدرات لازم يروح مصحه. تمام. ويقعد ست شهور ولا ثلاث شهور مش فاكر. تمام. وقصص لغايه اما المخدر يطلع من جسمه وكذا وكذا وكذا. لان الموضوع مش زراير، الحاجات دي في الدم. بالظبط. فانت ازاي دوست على الزرار النهارده؟ انت كنت بتاخد البلاوي اللي بتاخدها دي، دوست على الزرار صحيت ما بتاخدهاش. تمام. في حاجه بقى اقنعني. في حاجه بالنسبه لموضوع المصحه، انا اصحابي في منهم دخل مصحات وناس اعرفها دخل مصحات، وبتاع مصحه بيعمل بيديك مسكن يخليك تبطل السجاير ويديك مسكنات، فانت بتاخد المسكن فانت خلاص هادي مش عايز السجاير ومش عايز المخدرات، فبيفضل يحشيك مسكن لمده 3 شهور، فهو خلاص بالنسبه لك لما يجي يحللك ما فيش ايه؟ مخدرات في الدم او سجاير في الدم، فانت كده خلاص يكتب لك على خروج، بيطلع تاني يوم بيشرب. والحالات دي انا اعرفها كتير جدا. يعني اعرفها كتير جدا لانهم دخلوا مش بارادتهم. بالظبط. هو مش عايز يتعالج، هم خدوه. انا شفت ناس بعيني وحيات ربنا اتشالوا من بيتهم، اترموا في ميكروباص، واهلهم اللي عملوا فيهم كده ورموهم في مصحه. الراجل خرج بعد 6 شهور من معالجه شرب. طيب والحالات دي انت كتير. انت ازاي؟ انا احكي لك. ارادتك كانت قويه كده ان انت تقرر في يوم. تمام. وبقى بطل. يعني انت خدت بطوله او حاجه؟ دخلت. انا دخلت 4 بطولات. ماسل مين يا بيه؟ ماسل تك ومستر اولمبيا. وكان في بطوله العرب في اسكندريه. أوكي. وبطوله كمان كان اسمها كوسكواد. احكي لي بقى. هو الفكره ان انا كانت الاراده دي كلها اتجمعت في مخي، وحرفيا خدت قلم ما خدوش حد في حياته، ان سمعت كسره ابويا، صوته في كسر. كسره ابو. اللي هو بيقول لي انا مش عارف اعمل فيك ايه. اللي هو انت هتعمل معايا ايه تاني؟ فبعد كده ايه؟ انا قلت له زي ما قلت لحضرتك هوريك تاني يوم ايه اللي هيحصل وبس. وقررت ان انا ايه؟ مش هخرج من البيت لحد ما اتعافى. وهي هي فتره 45 يوم. قعدت في البيت؟ لا ما قعدتش في البيت 45 يوم طبعا. انا قعدت اول اسبوع. بعد كده رحت نازل من البيت رايح الجيم. اشتركت، كان اشتراك ب 70 جنيه في الشهر. رحت رايح مشترك وخلاص بقى، بقيت من البيت للجيم من اسبوع كمان. شهاب، ومن ساعتها ما بتشربش سجاره؟ حتى سجاره عادية؟ اتعرض عليا ودفع لي فلوس. ودفع لك فلوس عشان تشرب؟ والله العظيم ناس جم قالوا له خد فلوس واشرب تاني. يا ليه؟ ليه عايزين يعملوا فيك كده؟ ليه؟ يا هيستفادوا ايه ان هم يديك فلوس عشان؟ ما هي دي اصحاب السوق، دول غيرانين منك للدرجه دي؟ بالظبط. وزي ما دول كده، انا بقى اقسم بالله في ناس من منطقتنا وفي ناس من على السوشيال ميديا ما بتتابعني، معظم الناس بطلت وبيبعتوا له رسائل. طب انا ودخلت، بصوا انا هحط
هحط لك دلوقتي صوره ليك في بطوله من البطولات. حط لنا الصوره. بصوا ده كان شخص مدمن وجسمه بايظ من ادمان. بصوا بارادته من غير ما يروح مصحه هو قرر في لحظه ان هو مش هيبقى مدمن وهيبطل لغايه ما عمل الجسم اللي انتم شايفينه ودخل بطولات زي دي. رجعونا بقى مره ثانيه وبعدين بس. فهي ان كل الاشخاص والشباب الصغيره بالذات يسمع اغنيه تمام، يسمع اغنيه يتحمس انا بقى، وياخد مثلا عربيه بابا من وراه، يعني الحاجات دي بنشوفها كتير، ويروح بقى مع اصحابه يقول له ايه ما تيجي نجيب سيجاره، ويروحوا على سوبر كشك قصدي يجيبوا علبه سجاير او سجاير فرط ومش وبيشربوا بقى. وفي حاجه تانية، في مثلا ابهات بتقول لابنه ايه روح هات لي سيجار فرط، سيجارتين ثلاثه الكلام ده. فابنه بالنسبه له ده من هو صغير، انا عنده 7 8 سنين، ابويا مثلا مش ابويا انا اللي هو الشخص ده بيقول لك ابويا بيجيب سيجار فرط، فانا بالنسبه لي ده شيء خلاص خدته. طيب احكي لي شعور اهلك مامتك وباباك. ما كانوش مصدقين، ما كانوش مصدقين وقالوا انت بتعمل انا حوار. طب انا عايز اسالك سؤال، ومش هم عارفين انت جاي تطلع معايا في البرنامج النهارده؟ هم في بس مش عارفين انا بتكلم على ايه. انا عاملها لهم مفاجاه لان بشكرهم ان هم طب لا بص لهم بقى، بص كاميرتك يعني هي. انا اصلا عملت كده. وجه الاول كلمه لوالدتك وبعد كده كلمه لوالدتك الاول. لا هي والدتي هي تعبت معايا، يعني تعبت معايا في كل حاجه من اول لما كنت مدمن، من شكاء للناس بتقول لها مش عارفه ابنك ايه لابنك ايه، لحد ما بقيت بطل. كانت تعبت معايا في تحضير الوجبات. قول لها حاجه، انا بحبك، يعني مفيش اكتر من كده يا والله. والباباك انا عايز اقول لك يا حاج ان انت كنتش مصدق اللي انا هبقى في حته في يوم من الايام، اللي هو انت كنت على طول انت فاشل وانت وانت وانت، شوف دلوقتي بقيت فين يعني. وده كله بفضل ربنا ثم الكلام اللي انت قلته لي بس والله. قول بقى كلمه شكر للراجل سوري البايخ تمام اللي راح على الكافيه قال لوالدك ابنك كذا وكذا وكذا وكذا. ده توجه له شكر عشان ده اللي هزك، مع ان هو مش بيحبكم صح؟ لا وضدكم، بس اشكره عشان لولا كلامه البايخ لوالدك والدك ما كانش زمان بقيت كده. طب انت قابلت الراجل ده؟ كل يوم يعني، مش كل يوم بشوفه، انا معظم الاوقات بشوفه. بتسلم عليه؟ ليه؟ عشان انا مش عايز اعرفه اللي هو كده. يعني عايز اخليه برضه موهوم. بس احنا بنشكره ان هو قال له هو انا بوجه له يعني من قلبي بوجه له كل الشكر وحياه ربنا اللي انت اديته الكلمه دي عشان ابقى في المرحله اللي انا فيها دلوقتي الحمد لله. انت دلوقتي مدرب مهم و اونلاين كوتش ترينر، وبتشتغل مع والدك وبتشتغل مع والدك في مجال المقاولات، وعندك عربيه حلوه الحمد لله تصور انت جنبها لونها ابيض تقريبا صح كده، مش اي عربيه يعني. وخطبت او اتقدمت البنت لذيذه جدا. اهلها عارفين القصص دي؟ لا انا عامل مفاجاه. انت عامل مفاجاه بالظبط. هم كلهم شايفيني بطل، وكلهم شايفيني مجتهد، وكلهم شايفيني. انا شايفك بطل طبعا. حبيبي والله فوق دماغي. طبعا انا ما كنت، انا كان نفسي اشوفك بطل من غير البداية. الست سنين دول بالظبط يعني. بس ما بس فيش. انا برضو دلوقتي وجايبك النهارده تقول الكلام ده علشان اي حد ما يفكرش يخش. وعايز اقول حاجه، هو مش اي حد هيبقى عنده اراده شهاب ان هو يدوس على الزرار ويقول انا مش هشرب الحاجات دي، هو عنده اراده مرعبه بالظبط. فما تخشوش في السكه الغلط وتقولوا طب نجرب شويه وبعد ما احنا ممكن تاني يوم نصحى ما نشربش. لا بالظبط، اللي زيه دول قليلين جدا. هو الراجل ده عنده قوه غير طبيعيه، فمحدش برضه يجرب يقول هعملها اسبوع اسبوعين وهقرر ابطل فهبطل. لا مش هتقدر تبطل بالظبط. هو عنده اختلاف، وهو حياته كان فيها حاجات كتيره ومشاكل كتيره قوته، يعني ساعات في مشاكل بتكسر وفي مشاكل بتقوي. طبعا. المشاكل اللي في حياته كسرته في الاول عشان كده لجأ للادمان عشان يهرب من بعض وبعد كده عرف يستجمع قوته ويقرر ان هو يبطل بالظبط كده. وانا ما انصحش اي حد، طالما انت ما دخلتش في السكه دي ابعد عنها، وحوط نفسك بالاشخاص دايما الناجحه او بالاشخاص اللي هي محترمه من الاخر. صح. شخص تسول ما تمشيش معاه تبقى كده. انا مشيت مع اشخاص استغفر الله العظيم يا رب فبقيت زيهم. بيشوفوك دلوقتي؟ هم اكتر ناس بيحبوني وانا مبسوط بده. وفي هم لسه بيشربوا؟ لا في منهم اللي بطل. كم في الميه؟ يعني كتير، ده حوالي 30%. في منهم اللي كان بيشرب مخدرات وسجاير، ده 30% منهم بطل مخدرات لكن برضه لسه بيشرب سجاير. وفي منهم اللي اتعافى خالص وحياه ربنا من غير مصحه؟ من غير مصحه، كان بيفضل يقعد معايا اول ما يلاقي نفسه اللي هو
هيخش يشرب او يعمل حاجه يتصل بيقول لي تعالى ننزل نقعد على كافيه نقعد على اي حاجه عشان تلحق. بالظبط. وانا كنت مسستم على كده، اللي هو انت عايز تبطل خليك معايا. شايف حياتك ايه؟ نفسك تعمل ايه؟ ده لسه في حاجات لسه. شرفتيني ونورتني يا شباب، وانا فخور جدا بيك ومبسوط بيك، وانا مبسوط. واتمنى النهارده تكون رساله وصلت، و اي حد ما يلجاش ولا للسجاير ولا للمخدرات بجميع انواعها، نتمنى ذلك. اشكرك يا بطل، نورت وشرفت. شكرا شهاب، كابتن شهاب مدبولي. احنا نزلنا الفيسبوك والانستجرام بتاعه، مش كده؟ نزلنا خلال الفقره الفيسبوك والانستجرام الخاص بيه، اي حد ممكن يتواصل معاه يعرف ازاي هو خرج برضو من الموضوع ده، والناس كمان اللي عايزه تتدرب معايا يلا عملنا لك دعايه ببلاش، يخشوا يشوفوا موضوع التدريبات الرياضيه اللي هو بيعملها. وهتخش بطوله قريب او حاجه؟ ان شاء الله. ان شاء الله تكسب. وبره مصر. وبره مصر هتكسب هتكتسح. شكرا شهاب مدبولي على وجودك معانا النهارده. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع دينا نصير. خليكم على راسنا.